انا جيت، ما تخافوش، ما طرات حتى شي حاجه. انا باقي هنا، كنت غير شويه مشغول وكنت باغي نصوب لكم فيديو مقعد. ما بغيتش نصوب مزروب ولا زعما مسرع، باش كندير شي حاجه كنبغي نديرها مزيان. انا كنتمنى كل شيء يكون بخير، كنتمنى كل شيء المورال طالع، واخا هذا التخربيق اللي واقع، ولكن كيفرحني بزاف اللي شفت وكما شفتو تانتوما مظاهرات بداو ضد هذا التلقيح الاجباري، ضد هذا التخربيق اللي واقع، اللي ما عنده حتى علاقه مع العلم، اللي ما عنده حتى علاقه مع الطب، اللي حتى هو علم. اذا عجبني الحال بزاف، وشكرا بزاف لنبيله منيب اللي سيرات زعما هاد ما عرفتش سيراتهم، ولكن كانت بحال مسيرهم زعما، كانت مع الشعب كدافع على حقوقنا وكدافع على يعني الحريه ديال كل واحد فينا. خاصكم تفهموا واحد الحاجه، حنا في المغرب ديما كنتعطلوا. انا هادشي من الاول كنت كنقول من الاول، ملي سدوا علينا كنت كنقول خاصنا نخرجوا الزنقه، خاصنا نخرجوا للزنقه. كلشي تيقول لي لا ما تقولش هكا. انا تنقول لهم شوف، راه هادشي راه ما غادي يحبس دابا، غادي يطول، ومن بعد غادي يجيبوا الفاكسان، وغادي يبغيو يكون اجباري. اللي كنقولها له تيقول لي لا لا لا، انت كتخربق، شنو كتقول؟ هادشي ما عمرو بغا يكون. وانا كنت عارف هادشي غيكون، حيت انا عارف السيستم كيفاش كيتصرف. السيستم راه كيمكن لكم تعرفوه، كيمكن لكم تحفظوه. عنده واحد التصرف. هذاك التصرف كيما باش كتعرفوا شي واحد، صافي كتعرفوه، كتعرفوا التصرف ديالو، كتعرفوا رد الفعل ديالو، كتعرفوا كيفاش غيهضر، كيفاش غيتصرف، كيفاش غيتجاوب. كتوليو عارفينو شويه كيفاش زعما، ولا تعرفوا مزيان ولا كيفاش غادي تجاوب، كيفاش غيتصرف. هذا السيستم راه نفس الحاجه، هذا السيستم شحال هو تيوري للناس، غير الناس بزاف فيهم، بزاف الناس ما تيردوش البال لهادشي. عايشين حياتهم، ماكدونالد، المدرسة، خدمة، الزواج، ولاد، دراري، فهمتي، الانترنت، صافي، صحاب، العائلة، عندهم هادشي. ما عندهمش اصلا، ما عارفين شنو هاد الكونسيبت ديال السيستم شنو هو. ولكن بحال مثلا الناس اللي كنهضر عليهم ديما، الراستا، ولا الناس ديال الموف، ولا حتى المسلمين زعما، واحد الطبقه ديال المسلمين اللي عارفين هاد اللي تيقيلوا يهضروا على الماسونيه، وهادي شي وحدين فيهم عارفين هاد الكونسيبت ديال السيستم. اذا السيستم خاصنا نعرفوه كيفاش كيتصرف. و كيما قلت لكم هادشي تعطلنا، الناس تعطلوا في اوروبا، بداو من قبل، واخا حتى هما تعطلوا، ولكن المغرب تعطل بزاف. المغرب ديما كيتعطل بزاف، ديما كيتعطل، هو تقريبا هو مع الاخرين في العالم. والمغاربة خصهم يفهموا واحد الحاجه، بلي هادشي اللي واقع، تيقولوا شنو واقع في هاد البلاد، راه ماشي في هاد البلاد، راه في العالم كامل. خاصكم تفهموا، ماشي الناس ديال هاد البلاد دايرين لينا شي حاجه، حنا السكان ديال هاد البلاد، لا، كاين شي حاجه كبيره واقعه عالميا، باغين يحيدوا للناس الحريات ديالهم، باغين يسيطروا على الناس. والناس كيسولوني علاش غيبغي يديروا هكا. خاصكم تفهموا واحد الحاجه، هاد الناس ماشي بحالي وبحالك، ماشي غادي تقد تقول ها علاش. هاد الناس هاد الناس راه بسيكوبات، خاصكم تفهموا، راه ماشي بحالي وبحالك، بغاو غير يعيشوا، يكون عندهم فلوس اكثر من كل واحد وصافي، ويعيشوا بخير. هاد الناس راه عندهم واحد راهم بلانين بزاف د الحوايج من شحال هادي. الله يخليكم، راه خصكم تفهموا هادشي، راه من شحال هادي وهم بلانين، اللي قلب واللي بحث، سوتو اللي عنده مع اللونغلي، حيت باللونغلي غتلقاو بزاف د المعلومات، بزاف د الحوايج تاريخيين اللي دابا هما براسهم السيستم ولاو كيحيدو من الانترنت. خبركم بحال كما كانوا الناس شحال هادي كيحرقوا الكتوبه وكيحرقوا المكتبات، نفس الحاجه السيستم كيديرها دابا في الانترنت، كيحيد بزاف الحوايج اللي طراو في التاريخ، كيعوج شي حوايج اللي طراو في التاريخ، كيعوج بزاف الحوايج اللي علميين طبيين، اللي كي
اللي كيتناقضوا ولا اللي كي زعما اللي كيتناقضوا مع شنو واقع في هذا التخربيق ديال هذا التخربيق ديال الفيروس وداك الشيء كامل اللي ما عنده حتى علاقه مع شي فيروس. فهمتوا؟ اذا ما خصناش نتعطلوا. وحاجه واحده اخرى، خاصكم وخاصنا كاملين نعرفوا واحد الحاجه مهمه. بداو كيهضروا على دي ميزور واحد اخرين ديال الكونفينمون، كيهضروا على الكونفينمون الجداد اللي غايجيو، ماشي على الفيروس. دابا هاد المره بغاو يديروا على المناخ، على لو كليما، لو شونجمون كليماتيك، اللي حتى هي كذبه. ماشي كذبه، ولكن هما تيقولوا لو شونجمون كليماتيك اللي سببها بنادم، لا هما كيسببوها. ومهم كاين بزاف د الحوايج مخربقه فيها، ولكن هذيك سبه عاوتاني. الله يخليكم ردوا البال، هذه المره ما خصناش نتعطلوا. شوف حنا ما خصناش نبقاو نردوا البال للعالم وداك الشيء، حنا المغاربه خصنا نبداو نوضوا ونديروا داك الشيء اللي خصنا نديرو. هاد الناس عرفناهم على حقيقتهم من زمان، ولكن دابا اكثر واكثر الناس كيعرفوهم على حقيقتهم، ما خصناش نسكتوا ليهم. جاو بغاو يديروا بينا شي حاجه اللي غتقيس الحريه ديالنا، ما خصناش نسكتوا. الله يخليكم، ما خصناش نسكتوا. انا عارف بلي بزاف الناس باغين يلقاو زعما الحل الساهل، وصافي غير سلكت انت يا ما تصدعش راسك، فهمتي؟ هذيك احسن. انا ما كرهتش نديرها، فهمتوا؟ انا علاش انا ما غنكرهش زعما علاش زعما واش انا ما غنكرهش نديرها؟ زعما علاش غادي نبدا نصدع راسي ونقلب ونقول للناس لا وها شنو ها شنو خصكم تعرفوا هذا الشيء وكذا؟ حتى انا من اللول نقدر نقول هانيه ماشي مشكل، واه الا ما عارفش كيديروا عشان نصدع راسي يعني انا غنتبعهم وصافي، اسهل ما يكون. ولكن غتخلصوا ثمن غالي على هذا السلك. فهمتوا؟ اذا الحريه ديالكم هي هو الثمن اللي غتخلصوا. انا ما بغيتش نخلص على حريتي، زعما بحريتي غادي نحميها من الاول حتى الاخر، حتى النهار اللي نموت فيه. وحنا كلنا غنموتوا، والموت ما فيه حتى شي حاجه، تخافوش من الموت. مهم دابا كيهضروا على كونفينمون كليماتيك. الله يخليكم ردوا البال. الى قالوه من الاول بنادم خاصو يهضر من الاول، خاصنا نخرجوا الزنقه، خاصنا نديروا اي حاجه قدينا وقادين نديروا قادين، غير ما كنديروش حيت واش غادي انت بوحدك؟ لا، الشعب راه كما كتشوفوا دابا وقبل راه الشعب عنده قوه. كون الشعب ما كانش عنده قوه، شوفوا دابا غير هاد المظاهرات اللي طراو في المغرب على التلقيح الاجباري، راه خففوا شحال من حاجه. ما بقاتش القضيه مزيره كما في الاول فاش داروا التلقيح الاجباري الباس وكذا. راكم عارفين راه بزاف د البلايص دابا هاني، غير سير مابقاوش كيقلبوا كيشوفوا التليفون غير بالزربه كيزيد. فهمتوا؟ راه هاد الناس راه في الاول تيبغيو يديروا بها واه انا اجي راني الباس انت اجي انت هادي، كيشوفوا بنان كيقول لهم لا وهادي، وكيخرج وكيعيق، كيبداو يرخفوا شويه كيما داروا مع الكمامه، كيما داروا مع بزاف الحوايج. واش كون هادشي كان عنده علاقه مع الطب ومع العلم، واش غادي يبداو يرخفوا؟ العلم راه عنده هذه هي هذه وهذه هي هذه، ما كاينش ايوا الا هذه ما عجباتك راه غنديروا لك هكا شويه. فهمتوا؟ اذا الله يخليكم خدموا عقلكم شويه معنا، هادشي راه مهم. راه الحريه ديالنا راه هي اللي باش كنقمروا دابا. الحريه ديالنا الحاجه الوحيده اللي الواحد ما خصوش يقمر بها، اللي ما خصوش يسمح فيها ولا يخليها زعما دغيا تقد تحيد، ولا دغيا واحد يقد يجي ويقول لك لا وهذه وهذه. لا 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 لا، الله يخليكم، حنا الله كلنا خلقنا حرين، ماشي هاد الناس ولا ماشي اي واحد على الكره الارضيه اللي غايقول لك انت ماشي حر. مع نفسك حنا حرين باش نخرجوا، باش نسافروا، باش ندوروا في العالم كامل الا بغينا. ما كاينش لا وريني الوراق، هذا التخربيق على ود مرض اللي ما عمره ما تثبت علميا. انا كنعاودها وكنعاودها، ما عمره ما تثبت علميا.
ما عمرهم ما تثبت علميا، وتا واحد من هادوك اللي كيحسب لهم عارفين شنو واقع وكيقول لك لا كورونا وهادي حتى واحد فيهم ما قد يبين لي واحد ليتيد ولا واحد زعما تجربة زعما كيفاش داروا باش يلقاو هاد المرض اللي تيهضروا عليه. ما عمرو ما قد يبين لي لا انا لا حتى شي واحد. ها هو حتى العلماء الكبار تيقولوا يلا ورونا فين كاين هذا. ونقول لكم واحد الحاجه، السيده براسها ما عمرها ما كانت عندها زعما كيفاش زعما تبتوها كاينه. المهم هذاك موضوع اخر. اذا هذا الكونفينمون كليماتيك ردوا له البال، الله يخليكم، ما خصناش عاوتاني نديروا نفس الخطا. ردنا خطا كبير وسكتنا وخليناهم يديروا لنا كونفينمون، ايوا هانيه ماشي مشكل وهادشي ما يطولش. اللي كنهضر ما تقول لا ما يكونش اجباري داكشي ويلي يخرج فاكسان كلشي غير جا العادي غير صبر. انت دابا غير كتخايل بوحدك، وانا دابا واش دابا كنتخايل بوحدي؟ انتم شفتوا بعينيكم شنو واقع. الا ما تيقتلونيش سيروا شوفوا الفيديوهات ديالي اللي صورت في 2020، في الاول ديال 2020 فاش نقول في الصيف ديال 2020 فاش بدا هادشي وفاش الكونفينمون كان وفاش الكونفينمون قرب يسالي. وكنت كنهضر كنت كنقول نفس الهضره، شوفوا راه عندي داكشي كله فلاشين الا بغيتو تمشيو تشوفوا باش ما تقولوش هذا غير تيقول غير تيهضر. راه عندي فيديوهات، حنا مش حاجه حنا كنديرو فيديوهات دونك. وتا واحد ما سمع لينا، تا واحد ما سمع لينا، كلشي غير دابا هما خارجين فهمتوا. اذا ما خصناش نبقاو نتعطلوا، حنا كنتعطلوا بزاف، حنا شعب معطل بزاف، حنا شعب معطل يعني اقتصاديا في اي مجال. ولكن على الاقل خصنا نكونوا كنعيقوا دغيا، على الاقل الا ما عقناش دغيا حريتنا دغيا تمشي. انتو وما تشوفوش هاد الناس بحال الا شتيني انا ولا شتي شي واحد اللي كتعرف ولا شتي شي واحد عادي بحالنا. هاد الناس ماشي عاديين، هاد الناس عندهم واحد عندهم واحد لا ميسيون، عندهم واحد الهدف اللي بزاف ناس ما عارفينوش اللي باغيين يوصلوا ليه، وتعطيونا السبات اللي حنا بغينا نسمعوا. لا راه مرض داكشي، علاش كاين مرض والناس طبعا الحال غيبغيو يتيقوا يقولوا مرض وصافي. حتى واحد ما غادي يقول لا ماشي مرض، هذه شي حاجه اخرى، هادو راه باغيين يحيدوا من حريتنا. الا فكر واحد بحال هكا غادي هو غادي يجي راسو حمق، يقول ويلي واش انا حماق علاش كنفكر هكا. وهما عارفين هادشي، هاد الناس اللي متحكمين بالسيستم عارفين هادشي وكيستغلوها كل نهار. الله يخليكم، فيقوا فيقوا فيقوا، العالم كامل بدا كيفيق، المغرب خاصو يفيق دغيا، ما خصوش يبقى معطل على العالم فهمتوا. حريتنا هي كل شيء. وكنت حاول نفكر واش شي حاجه اخرى كنت باغي نقولها، ولكن تنظن هادشي هو اللي كنت باغي نقول. السيستم، وعلى هذه اخر حاجه حتى هي مرتبطه بهادشي كامل. كما قلت لكم السيستم خاصكم تعرفوا له التصرف ديالو. دابا الى حتى الى نجحنا، حيت دابا هذا هادشي في العالم كامل طاري، الناس كيحاربوا الالقاح زعما التلقيح الاجباري، تلقيح زعما الاطفال، تلقيح بزاف الحوايج كي زعما كيحاربوا حتى الكونفينمون. حيت بلايص اخرين راه باقي كونفينمون، خاصكم تعرفوا راه ماشي غير حتى في المغرب ما بقاش صافر العالم كامل ولا بخير. لا خاصكم تعرفوا الى 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 حنا نجحنا، وحنا راه غادي كننجحوا في العالم، في المغرب ما عرفتش ولكن في العالم، الى نجحنا وحيدنا هذا التلقيح الاجباري غادي يجيبوا حاجه اخرى. وهذا الكونفينمون كليماتيك راه هو هذا، هذه ما سقاتش عطاهم هذه ما سقاتش عطاهم هذه، كيزربوا علينا كيخنقونا، كيزربوا علينا كيخنقونا. هذا هو هذه هي لا تكنيك ديالهم. ما عمرهم شوف هذا السيستم راه ما عمرهم كيقول صافي حنا راه حنا خسرنا الشعب ربح. ما عمرهم اصلا ما غيقولها لك، واخا انت ربحتي واخا حنا ربحنا ما غاديش يقول لنا نتوما ربحتوا حنا خسرنا. غادي يخليك تالف، غادي يخليك كتقول واش ربحنا ولا لا، وحنا ربحنا ولكن غير يخليك شاك واش حنا ربحنا. حيت غيقول لك لا حنا حكا حنا بدلنا السياسه ديالنا حيت ماشي حيت الشعب هضر ونار فهمتوا. هذه اللغه ديالهم،
من بعد غادي يجيب حاجه اخرى اللي كتش دابا غيشوفوا هاد التخريبات ديال الكورونا ما صدقش، غادي يجيبوا حاجه اخرى وحاجه اخرى وحاجه اخرى. وخاصكم تفهموا هاد الشيء مزيان، ماشي حيدوا التلقيح اجباري وجابوا حاجه اخرى. لا دابا راه هادشي راه مختلف، هذا راه كليماتيك، هادشي ما عندوش علاقه مع فيروس. هاني واخا ديروا لنا كونفينمون دابا راه بزاف ناس غادي يفكروا بحال هكا. هاد السيستم خطير، ما كاين ما اخطر في الحياه وفي الدنيا كيما هاد السيستم. هاد السيستم هو الاصل ديال الحروب السياسيه، حروب زعما الاستعمارات، هو اصل الدين زعما في المعنى السلبيه، كيفاش الناس كيستخدموا الدين والديانات باش يتحكموا بالشعوب ديالهم، وباش يضغطوا على الناس وعلى الاشخاص باش يقتلوا الطبيعه ديالنا والتنوير ديالنا والبراءة ديالنا بالدين اللي خصو يحرك. هاد الناس، هاد السيستم هو الأصل ديال كل مشكل في العالم، كل مشكل صحي، كل مشكل بسيكولوجي نفساني، كل مشكل اقتصادي، كل مشكل عالمي هو هاد السيستم. هاد السيستم ما كيحترمش الحياة ككل، الحياة الإنسانية، الحياة الحيوانية، الحياة النباتية، الحياة المناخية، كل شيء ما كيحترمش. كيحترم شنو؟ القوة. كيحترم القوة، فاش حنا كنبينو راسنا قويين هو كيتهدم، إلا ما بيناش راسنا قويين كيدير بينا لي بون، حيت حنا كنخليوه يدير بينا لي بون، ما خصناش نبقاو نخليوه يدير بينا لي بون. فهمتوا؟ هادشي اللي كاين. اذا حتى نشوفكم في شي فيديو اخر. المهم راكم عارفين داكشي كامل، تقيدوا عندي، شوفوني، هضروا معايا في انستغرام الا بغيتوا، ولا في فيسبوك، ولا انا ما غاديش نبقى في دوك لي ريزو سوسيو بزاف، كنفكر نخرج منهم. هضروا معايا الا بغيتوا تجيو ديروا معنا اليوغا، اتصلوا بيا، راه غنصيفط لكم لافيش، غنصيفط لكم داكشي، ما بغيتش نعطي داك لي سميتو المعلومات بزاف هنا، ولكن عندي لاباج في اليوتيوب، في الفيسبوك سمحوا لي، او حنا كاينين في الرباط في اكداب. المهم الا بغيتو تشوفوا الفيديوهات اخرين، كاين فيديوهات اخرين. الا بغيتو تشوفوا شي حاجه على الروحانيه شوفوا هذا الفيديو هذا اللي هنا. الا بغيتو تشوفوا شي حاجه على هادشي اللي واقع، هاد التخربيق اللي واقع ديال زعما ديال المظاهرات، ولا ديال هاد الكذوب اللي جالسين كيديروا لينا، ولا بغيتو تفيقوا شي واحد من هاد الكذوب اللي واقع اللي باقي هو متيق، شوفوا هاد الفيديو هنا. الا بغيتو شي حاجه اخرى، راه مكادره حوايج اخرين خصوصا مرتبطه مع الصحه والطبيعه والتغذيه، شوفوا هاد الفيديو هذا ولا هذا. اذا تهلاو في راسكم، تنشوفكم من قريب، الله يخليكم، وعاو فرقوا هذا الشيء على الناس اللي كتعرفوا، الله يخليكم، هادشي راه مهم، ما خصناش نبقاو غير بيناتنا هكا غير شي وحدين تيعرفوا هذا الشيء، راه ضروري كلشي خصو يعرف هذا الشيء، ضروري ضروري.